طيب خلينا نبتدي طبعا في الموضوع المهم كمان اللي هو إذا ممكن تعرف لنا أكثر ما هو علم الآثار وعلم النقوش. يعني نعرف حكينا فيه بفترة العهد القديم، إذا ممكن تشاركنا بهذه فترة العهد الجديد دكتور مكرم. طيب برضو قدام المشاهد ممكن يكون شريحة اثنين بنحكي فيها بشكل أساسي، أنه العهد أنه علم الآثار هو يعني دراسة الحضارة الإنسانية، توثيق تحليل ما تبقى ما وجدنا، منشآت معمارية، مصنوعات يدوية، وكل الأشياء اللي بلاقوها اليوم في الحفريات والقصور وفي أمور مختلفة. وبالتحديد ركزنا على علم النقوش، قلنا اسمه إبيغرافيا في اللغة اليونانية، الكتابة على أمور أو على أسطح حجرية معدنية أو فخارية أو بالنقش أو بالكتابة أو بالحفر بألوان، أحيانا في نوع أنواع من الحبر بأشكال يعني مختلفة حسب الوضع الموجود. وكيف رح نشوف في لقدام كمان شوي أنه كمان كتب على أشياء مختلفة مثل التماثيل، مثل المسلات، مثل التوابيت، مثل الحجارة وغيرها.